عند السؤال اللي اتكلمنا عنه قبل الفاصل واكمل مع حضرتك فيه يا ست وزير، وهو في سبتمبر 2018 تنوي حضرتك انه اللي هيدخل اولى ثانوي هيبقى عارف كويس قوي ان ثانويه عامه بالنسبه له هي محصله الثلاث سنوات. واحنا بنتكلم حضرتك انت اللي لفت انتباهي، لان المواطن ممكن يكون خايف كمان. لا طبعا، هو في تجارب قديمه وفي ظواهر اجتماعيه هم عايشينها فبتدعوهم الى هذا الخوف طبعا. بس انا بحاول اطمنهم لحاجتين. اول حاجه، الجمله الشائعه جدا ان بهذا النظام الثانويه هتبقى 3 سنين، جمله خاطئه. هيقول لك يعني طب انا متحمل صدمه سنه، لا ثانويه عامه تحولتها لي 3 سنين دلوقتي. والجمله الثانيه بتاعت ان اللي بدفعه في سنه في الدروس هيتحول لثلاثه، برضو جمله خاطئه. وانا اقول لحضرتك ليه. احنا اتفقنا ان الدروس مصدرها الاكيد هو تدريب الاولاد على المرور من امتحان اسمه الثانويه العامه، احنا هنشيله كويس. الامتحانات الاخرى اللي هنستبدل الثانويه بيها لا هتبقى متوقعة ولا شكلها ثابت خالص، امتحانات مختلفة عن بعض، بحيث خلاص الدرس الخصوصي مبقاش له هدف، ما بقاش عارف هو جاي يعمل ايه بقى، لانه بيلعب على الاسئلة المتوقعة فعلا. انت شلت له الحاجة اللي هو بيسترزق منها. امال هتبقى الاسئلة تقريبا في ايه يا ساتر؟ مش متخيلها برضه. الاسئلة كلها اسئلة، ده في علم اسمه علم التقييم. علم التقييم ده له ناس بقى اساتذة في كليات التربية حول العالم، ولو مدام يعني ممكن تعمل دكتوراه في علم التقييم. فاحنا جايبين متخصصين في التقييم عشان نتقن، احنا عندنا مركز اسمه مركز التقييم والامتحانات، دي شغلته. بس هو تلخص الموضوع عشان ننجح الناس عشان ينبسطوا، عملنا الثانويه العامه لسنوات فدمرت التعليم. احنا دلوقتي عاوزين نختبر صفات، ده له مدارس يعني فنيه. طيب الناس خايفه من العنصر البشري، انه ايه طيب كده بقى الاستاذ معاه اعمال السنه، لا الاستاذ ما معهوش. احنا لقينا حلول تجعل دور الاستاذ هو تدريب الاولاد على فهم الماده اللي هو مسؤول عنهم، مخرجات التعلم يحققها، والامتحان بيجي من جهه تانية خالص، لا هم المعلم ولا هو اللي بيصلحه. ماشي؟ يبقى المعلم ما بقاش له دور غير في يحاسب الولاد اللي انت دربتهم نسبة نجاحهم في الامتحان كانت قد كده، يبقى انت دربتهم كويس. هو مش هيبقى عليه عبء انه يحط امتحان ولا حرج ولا علاقة مباشرة تتحول الى ان انا هقول لك تعالى خد درس عندي عشان تمتى، لان هو ما يعرفش الامتحان عشان يخليه ياخد درس عنده. فكل النموذج ده هو اللي هنهزه. طيب وده مش سهل، وهنا يبقى في حافز عند المدرس، يعني زي انت حضرتك بتقول لو نجح التلاميذ مثلا انا هقيس اداؤه ازاي؟ يبقى انا بقيس اداء النجاح. انا بعلم، تخيل حضرتك بنعلم ناس انجليزي، في الاخر المحك ايه؟ يروح ياخد امتحان التويفل. والله جاب نتيجه يبقى اتعلم انجليزي. ممكن ما يجيبش ويرجع يكمل تدريب ويرجع يمتحن تاني. فدلوقتي الاستاذ اللي نسبه نجاح الولاد في امتحان التويفل 90%، الاستاذ شاطر جدا. اللي نسبه نجاح العيال 20 ما عرفش يدربه. يعني حاجه زي كده. بس احنا هنفصل واضع الامتحان عن المصحح عن المدرب. ماشي؟ وضع الامتحان شخص والمصحح شخص. اشخاص يعني. ومش امتحان على مستوى الجمهوريه ولا حاجه، امتحانات مختلفه في الادارات، لانها مش امتحانات حياه او موت. انت بتتكلم على في المواد كلها امتحانات في بره بيسموها امتحانات قصيره، نص ساعه، ربع ساعه، حاجات اونلاين وحاجات على الورق وحاجات تتصلح بطريقه مبتكره جدا جدا جدا. احنا لفينا العالم عشان نلاقي ده، ولقيناه فعلا، ولقينا استغلال امثل لتكنولوجيا واضحه جدا وعارفين هنعملها ازاي بالظبط. كل بقوله للناس عشان ما ندخلش في تفاصيل جانبيه دلوقتي، لان في اهتمامات من ناس اطراف مختلفه في الموضوع ده، بقول لهم ان اللي بيحط الامتحان غير اللي بيصلحه، والاثنين مش استاذ الماده. استاذ الماده يقتصر دوره على اعداد الطالب حسب مخرجات التعلم اللي الوزاره بتقولها. الطالب ده لازم يفهم الامور دي ويبقى عنده المهاره الفلانيه. الامتحان هيجي يقيس المهاره دي، بيحطه حد تاني مستقل، واللي بيصلح مش واحد، اللي بيصلح نفس الاجابه اتنين ممكن يبقوا في مكانين غير بعض خالص ومش علاقه ببعض.
واحد في محافظة والتاني في محافظة تانية، ممكن يبقى في دولة تانية. ولو النمرة اللي اداها المصحح الاول والتاني اختلفت اكتر من قدر معين، الورقة هتروح لمصحح تالت من غير ما اهله يطلبوا، عشان نضمن الدقة في كل ده. ففي تطور في علم التقييم. يبقى هو ده اللي عنده تخوف، يعني سيادة الوزير بيقول اللي عنده تخوف ان انا لما اجمع الثلاث سنوات، فالبعض يقول لك ايه ما انت خليت لي الثانويه العامه كده ثلاث سنوات وعيشتني في كابوس ثلاث سنوات، وهدي دروس خصوصيه في الثلاث سنوات بعد ما كنت بديها في سنه واحده بس. فحضرتك بتقول لا بالعكس تماما، ده ما, 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 ما بيعملش. واللي خايف كمان من ان ده هيعمل واسطه ومحسوبيه او تدخل مدرس يهدد التلاميذ بان مصيرك بقى في ايديا، ده حضرتك بتقول لا لم يعد له لا وجود. اكيد. وعاوزين نربط نعمل مكافآت للمدرسين حسب نسبه نجاح الطلبه اللي هو بيدربهم، يوم يبقى في حافز المدرس، وفي حافز عادل وشفاف جدا ما فيهوش لا واسطه ولا محسوبيه. حضرتك دربت 100 واحد، شوف كم واحد عدى الامتحان بنسبة كذا، يبقى هندي لحضرتك كذا. حاجة واضحة جدا. فهو يبقى شغوف ان الولاد تتجهز فعلا عشان تعدي الامتحان ده، وده اللي احنا عاوزينه. وهيبذل معهم مجهود اكبر. بس مجهود مش بصورة دروس، هيجيله من مصدر اخر. مكافآت مقابل جهد حقيقي ونتيجة ملموسة نقدر نقيسها. فده تخيل حضرتك انك بتعمل ده، خلاص بقى ما بقاش في امتحان ما ننامش عشانه او نقعد ناخد دروس عشانه، لا خلاص نجي نتعلم فعلا. ده يغير، يعمل ثوره مباشره وبسرعه في منظومه كانت بتقع. انا متاكد الولاد اكتر ناس هيستمتعوا بهذا. طيب بس هيظل السؤال، طب انا في النهايه هروح فين ازاي؟ ما حضرتك الثانويه العامه يعني بتديك في الاخر. اللي عاوز كليه طب مثلا، اقول لحضرتك واللي انت عارف ثلاث ارباع البيوت المصريه يا ابني لا تدخل طب او هندسه، لا لازم كليات القمه يعني. ما هو احنا ما هو دي بقى الثقافه. ما فيش حاجه في الدنيا اسمها كليات قمه غير عندنا احنا خالص، مش حاجه اسمها كده، لا طب ولا هندسه. هي بقت قمه ليه؟ ما هو عشان الناس عاوزاها تقوم دي على المجموع، فبقت صعبة فبقت ليها قيمة. إنما في الآخر شيكسبير مش أقل من الدكتور، اللي مش ده أديب برضو ده داخل كلية قمة ولا دي كلية قاع ولا إيه؟ يعني عباس العقاد كان في كلية قاع، أنا ما دخلتش كلية خالص. سفكر الناس جابر بن حيان والخوارزمي وابن سينا دخلوا مدرسة أصلا؟ لا. وعلماء اسمهم دخل التاريخ، هو نيوتن اللي اكتشف قوانين الحركة دخل مدرسة ولا معاه شهادة؟ العلم والمعرفة والتميز ملهوش دعوة بالكلام ده. الكلام ده الأصنام اللي حضرتك وصفتها. إن بس ما نزقش الولاد يعملوا حاجة عشان بابا وماما عاوزينها وهم كارهينها، حرام. لازم كل واحد يكتشف موهبته ويمشي وراها ونشجعه. موهبته في الرسم يبقى الرسم ده هو كلية قمة. الادب يبقى الادب هو كليه القمه، مش كليه قمه. موضوع المجموع ده هو اللي عامل الازمه. حضرتك سالت سؤال، هو زي ما بياخد في الثانويه العامه رقم، مش الثانويه العامه بتطلع رقم؟ بتطلع رقم. بتطلع رقم. ايه الرقم اللي هياخده هنا عشان يدخل بيه على الجامعه؟ انت داخل وجاب مجموعك 370 من 410، مش ده اللي بيخش بيه التنسيق؟ حلو قوي. هو هيطلع من المحصله دي برقم برضه. زيه بالظبط. بس جاي مش من امتحان واحد، جاي من 30 امتحان مثلا. مش عاوز اقول 30 على سبيل المثال، يعني عدد من الامتحانات، امتحانات على الورق وامتحانات على الكمبيوتر ومشاريع وحاجات كتير خالص، وبتتصلح زي ما قلنا بشفافيه وما فيهاش عنصر بشري. يبقى انا خدت تقييم لاداء حضرتك على 3 سنين، مش من حلقه عملتها. يعني بشوف رد فعل الناس. افرض الناس بيقيموا البرنامج، هاخد حلقه واحده؟ يمكن مش يومك النهارده. لا طبعا ليس من لما اخده على مدار 3 سنين اقول الاستاذ وائل ناجح بدليل كذا كذا، عندي بقى حاجه ليها معنى. ده افيد للطالب يعني، حتى افيد واكثر انصافا، بيعبر عن شيء في الاخر. لو المجلس اعلى الجامعات عاوز ياخد الرقم ويدخله تنسيق زي دلوقتي، ما هو رقم يدخله تنسيق، مش هنغير ده. هم يقولوا مش عايزين نغيره، اوكي. لو هو عاوز يقول طب ما تيجوا نعمل نظام مبتكر شويه بقى عشان نخدم على الرئيس، بيقول انا عاوز اهتم بالموهوبين.
طيب ما احنا عاوزين نلاقي الموهوبين من الصغر، نعرف اللي بيحب المزيكا واللي بيحب الفن واللي بيحب الرياضيات. وفي امتحانات على فكرة تعرف الأطفال اللي في الحضانة ميولهم ايه. في شفت امتحانات في منتجع تحاول تنمي ده. احنا بنقتل مهارات كتيرة جدا غير نعرف انها موجودة، عشان عمالين نزق 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 عاوزينه يطلع محامي، هو مش عاوز، هو عاوز يطلع مغني. طب انت بس دمرته. فده محتاج ان احنا نغير الفكرة دي. دخول الجامعة بقى عشان يخدم على المواهب لازم يديها وزن، ما يبقاش المجموع ده بس. فهو بقى بيقرر. ممكن الجامعة تقول والله احنا جاهزين نفكر بشكل جديد، احنا هناخد الرقم ده زائد مثلا امتحان بنعمله احنا بقى، لو انا عاوز دكتور اشوف ميوله وموهبته او انصحه مع الطب مع الهندسه، مع انت بص عشان تجهز تخش عندي محتاج تذاكر حاجتين كمان كده تجمد فيه وترجع لي تاني. مش لازم يدخل الجامعه يوم ما يطلع من الثانويه العامه، ممكن يقعد سنتين بيشتغل مثلا. في حلول كتير. بس احنا عن نفسي انا بتكلم لحد اخر الثانويه العامه دلوقتي او اخر المرحله الثانويه، فبس عشان الناس ما تنساش احنا بنتكلم على لو اتفقنا انه الامتحان الاوحد ده بالشكل ده خلق النظام التعليم الموازي اللي بيضيع 30 مليار جنيه في السنه وما بيديناش اي منتج. 30 مليار جنيه في السنه وبيشتت الولاد وبيشتت الاهالي. واقول الدروس ما بتبتديش في الثانويه العامه، الدروس بتبتدي في ابتدائي. جميع المواد في ابتدائي. كل ده لما تستبدله ونجيب متهيألي ده شيء كويس. الخوف بتاع ان هيبقى ثلاث سنين مش صحيح، ولا انه هيبقى فيه ابتزاز من اي حد مش صحيح. واعتقد المدرس والطالب الاثنين هيستمتعوا في الحالة دي، بقى عندهم هدف اوضح والطف، وشلنا العبء ده كله. بس ده اللي احنا بنقوله، وهيغير الطبيعة الروح بتاعت احنا بنيجي المدرسة بقى نعمل ايه، هنفتكر موضوع التعليم ده، نرجع لنفسنا. ده جزء من اللي بنحاول نعمله. بس عشان نوصل لده بنحاول، وقلنا كده احنا خلصنا الترتيبات كلها، نبدأ تدريب نص مليون معلم على اللي احنا بنقوله، على عشان يستخدم كل الادوات اللي ناويين نعملها دي. المدرس يبقى جاهز لكل الافكار دي. ده تدريب شاق، يعني عندهم فترة اساس اللي هو أدرو بتوع العلوم والرياضيات، هنوريهم ادوات جديدة. كل ده لتحسين السيستم اللي موجود على فكرة. يعني الحدوتة اللي احنا بنحكيها دي ده اللي موجود، اللي احنا مش عاجبنا بس هنحسنه برضو. في حاجات نحسنه بسرعة. سنة ده قليل قوي، ده احنا بنسابق الزمن. ويظل في مشروع موازي بقى اللي هنبتديه مع الطفولة المبكرة بقى. ندخل بقى على الطفولة يعني ده. بس خلاص ده يعني حضرتك تنوي بجدية في سبتمبر 2018 تطبيق هذا النظام الجديد المتعلق بالثانوية العامة او بالمرحلة الثانوية، يعني على الاقل ده اللي بنعمل في اتجاهه. طبعا لازم زملائنا في البرلمان ولجنة التعليم والبرلمان كله لازم في قانون جديد للتعليم عشان نغير القانون ده، محتاج تغيير في القانون، فمحتاج بحث على دوائر اوسع وفي مجلس الوزراء وفي رئاسة الدولة كلها.